السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ابو ياسر مع ركوت النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ازرع بيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ يا جماعة الفيديو ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك يا جماعة لانتشار توسع الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الاصدقاء وشعار كل فيديو. يلا بينا نزرع. النهاردة هنتكلم على موضوع ازاي نجمع بذور الورد البلدي ومعاد زراعتها. يا جماعة لو حضراتكم عايزين البذور ياريت ما تقطفوش الورد او اتركوها على النبات، ليتكون منها الثمار او البذور او البلح يا جماعة، والاستخراج منها البذور بعد ذبول الورد على طول ويتكون منها الثمار. ده ما شاء الله مجموعة من الوان الورد البلدي او الورد الجوري، حاجة ما شاء الله عليها اللي انت تقدر تقتنيها لجمالها في حديقة المنزل او في البلكونة. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة ديت البلح او الثمار بعد ذبول الاوراق الورد. يا جماعة اول لما الورد بيذبل معانا ما قريت ما نقطفوش لاستخراج عملية البذور. زي ما حضراتكم شايفين بنقطف البلح ده بنسميه بلح يا جماعة في الورد، ليتكون منه الثمار او الزهور، تمام كده. وديت بنجمع البلح منه يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين بنقطف البلح لما يكون لونه برتقاني او احمر. يا ريت يا جماعة لو لونه اخضر زي كده يا ريت ما نقطفوش، لو لونه اخضر زي كده نسيبه، لما يبقى لونه برتقاني او مايل للحمار نقطفه يا جماعة. ديت عملنا عملية شق للبلح وعملنا عملية اخراج للبذور. زي ما حضراتكم البذور ما شاء الله، والبذور دي يا جماعة ما بتتزرعش دلوقتي، ديت البذور دي بتتركها على الاقل شهر او شهرين لتجف تماما يا جماعة على اساس ان هي تنجح معاك في الانبات. لو زرعتها كده البذور يا جماعة هتعفن معاك، وافضل تربة يا جماعة لزراعة اي بذور هي تربة البوتموس يا جماعة، ما شاء الله اللي انت تنجح معاك بنسبة 200%، ده بالنسبة للزراعة. وديت يا جماعة عملية الزراعة بتتم في شهر 2 و3 و4 في تربة بوتموس، ونحطها في مكان مظلل يا جماعة بعيد عن اشعة الشمس المباشرة، او نحطها تحت حضانة. والزراعة برضك في فصل الصيف يا جماعة في شهر 6 و7 و8. بس النقطة الوحيدة اللي تخلوا بالكم ياريت نسيب البذور تجف في شهر او شهرين على الاقل. والطريقة التانية للزراعة يا جماعة بمنديل مبلل ونحطها في التلاجة ونحط فيها البذور ونسيبها لغاية عملية الانبات، اول ما تنبت معانا على طول نزرعها على طول في تربة جيدة الصرف. وان شاء الله يا جماعة هعمل لكم فيديو على كيفية زراعة البذور. ديت النهاردة كان عملية استخراج البذور من البلح او من على الثمار، تمام. وما شاء الله يا جماعة لو في اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبولي في التعليقات هرد عليكم على طول. حاجة ما شاء الله اللي انت تقدر تنفذها عندك في حديقة المنزل. ده كان فيديو سريع مبسط يا جماعة على كيفية استخراج بذور الورد البلدي او الورد الجوري وزراعته، وحاجة ما شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك والمشاركة مع الاصدقاء. ومع تحياتي ابو ياسر، والسلام عليكم ورحمة الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة